غير أقيان. حول الرسول لهم سب وإقبال. هم اليمانون طاب الفال والحال. بوفدهم ولهم قدر وإجلال. قوم إذا قالوا فالقول أفعال. وإنهم خاضوا حربا فأبطالوا. للدين هم مدد كانوا وما زالوا. بعزهم وبهم تعتز أجيال. يا أول الغيث بشرى الخير أقيال. حول الرسول لهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء يتجدد في برنامجكم أقيال حول الرسول. تطرقنا في الحلقة الماضية للحديث عن حافظ الأمة وراوية الإسلام أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، واليوم نستكمل ما بدأناه معكم. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك أبو هريرة رضي الله عنه في حروب الردة في نجد واليمامة والبحرين في خلافة الصديق. وفي عهد عمر شارك في فتوحات بلاد فارس، واستعمله عمر على أمور البحرين الدينية وما يتعلق بها كالقضاء، وولى قدامة بن مضعون على الجباية والشؤون المالية. وفي سنة 20 للهجرة عزل عمر قدامة وولى أبا هريرة جميع شؤون البحرين واليمامة، فأصبح أبو هريرة واليا على منطقة الخليج العربي وشرق الجزيرة العربية كلها. عاد أبو هريرة إلى المدينة سنة 22 للهجرة ومعه ما جمعه من مال بيت المسلمين وكذلك أمواله الشخصية، وكان قد اتجر بماله الخاص. فلما قدم على عمر، وكان من عادة عمر محاسبة عماله إذا رجعوا من أعمالهم المنوطة بهم، قال الفاروق عمر لما رأى الأموال بحوزته: استأثرت بهذا المال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو الله ولا عدو كتابه، ولكني عدو عدوهما. فقال عمر: فمن أين هذه الأموال؟ فقال: خيل نتجت وأعطية تتابعت وغلة رقيق. فنظروا فوجدوه كما قال أبو هريرة. ثم بعد ذلك أراد عمر رضي الله عنه أن يوليه مرة أخرى لأنه يعرف صدقه وأمانته، فكره أبو هريرة ذلك ولم يرد. فقال له عمر: تكره العمل وقد سأله من هو خير منك؟ يوسف عليه السلام، يقصد قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض. فقال أبو هريرة: يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة. وبعد ولايته تلك أقام أبو هريرة في المدينة المنورة يحدث طلاب الحديث ويفتي الناس في أمور دينهم ويعلمهم شيئا مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الطلب الأولى. ثم انقضى الزمان وقدم عثمان رضي الله تعالى عنه على رأس الخلافة، فكان يجل أبا هريرة ويجزل له العطاء. وقد كان أبو هريرة مع من وقف مدافعا عن عثمان رضي الله تعالى عنه في حادثة الدار، أمثال الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكانوا قريبا من 700. فبعث إليهم عثمان يقسم عليهم أن يكفوا حتى يقضي الله ما يشاء. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ممن اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يشهد معركة الجمل ولا صفين، بل لم يبرح المدينة. ثم أراد الله أن تفتح له الدنيا بعد سنوات الشقاء الأولى التي ذكرناها في الحلقة المنصرمة، فقد فتحت له الدنيا كما فتحت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، والممشق
يعني المصبوغ باللون الأحمر، فتمخط في الكتان ثم قال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان؟ ولقد رأيتني أخر فيما بين منبر رسول الله وحجرة عائشة من الجوع، فيأتي الآتي فيضع قدمه على عنقي يظن أن بي جنونا، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. ثم تقلد أبو هريرة المناصب مع ما سبق من إمارة البحرين في عهد عمر، فقد صار أميرا على المدينة المنورة في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه من سنة 40 إلى سنة 42، ثم أميرا بالنيابة عن مروان بن الحكم. ومع هذا المنصب الاجتماعي عالي المستوى، إلا أن أبا هريرة كان يركب على الحمار ويمشي في طرقات المدينة، بل يمازح الناس ويقول إذا لقي إنسانا: وسع وسع فقد جاء الأمير. ومع جلالة قدر هذا العلم الشامخ اليماني، فقد تم الطعن به وبأحاديثه ورواياته بسبب كثرتها. وإن كان قد قيل اليوم في أبي هريرة ما قيل ويقال، فقد قال ذلك أناس في حياته وهم أشد حبا لرسول الله واتباعا لسنته واقتفاء لأثره. وقد تولى أبو هريرة بنفسه الرد على هذا الكلام فقال: يقولون أكثر أبو هريرة، والله الموعد. وقد كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا بشبع بطني، وإنه يوما قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يأخذه لا ينسى شيئا سمعه مني أبدا، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه أبدا. وسأل أحدهم طلحة بن عبيد الله يوما فقال: يا أبا محمد، أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة، أهو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم؟ نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم، أم هو يقول على رسول الله ما لم يقل؟ فرد طلحة قائلا: أما إن يكون سمع ما لم نسمع فلا أشك، سأحدثك عن ذلك. إنا كنا أهل بيوتات وغنم وعمل، كنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، وكان مسكينا ضيفا على باب رسول الله يده مع يده، فلا نشك أنه سمع ما لم نسمع، ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وقال ابن عمر له: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. ومع كثرة الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يتفرد بروايتها لوحده، فقد رواها غيره من الصحابة. وأما عدد الأحاديث التي تفرد بها أبو هريرة ولم يروها أحد من الصحابة فهي 110 فقط. وبعد مسيرة طويلة رحل الحافظ اليماني راوية الإسلام، فخرجت المدينة عن بكرة أبيها لتشييع جثمان أبي هريرة الدوسي سنة 57 من الهجرة على الصحيح، وعمره 78. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، وعاش بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 47، ودفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالبقيع في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. واحفظوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فدعوا أبو هريرة يتبوأ مقعده من النار إن هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاروا يا أول البيت بشرى الخير أقيال حول الرسول.